في أجواء روحية وإيمانية تمنح الكنيسة اللاتينية في الأردن أبناءها الملتزمين رتبة شدياق. وخلال الأيام الماضية منحت ذات الكنيسة الرتبة لسبعة من شبابها الجدد المتقدمين لهذه الدرجة في كل من عمان والزرقاء. المزيد حول الاحتفال بهذه المناسبة تشاهدونه في سياق التقرير التالي. في أجواء إيمانية وروحية منحت الكنيسة اللاتينية في الأردن رتبة الشدياق لثلاثة من أبنائها، وهم روبرت شحادة وسامح جازين وفرح نفاع، وذلك ضمن قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن في كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي بعمان، بمشاركة كاهن الرعية الأب علاء مشربش والكاهن المساعد الأب مروان حسان والشماس الإنجيلي جبران سلامة. وفي عظته خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والأخوات الراهبات وجمع كبير من أبناء الرعية وذوي المرتسمين، أثنى المطران الشوملي على الشباب الجدد الذين نالوا رتبة الشدياق شاكرا الله على نعمه التي ينعم بها علينا في كل حين، كما أعلن سيادته أنه خلال شهر واحد تم منح هذه الرتبة لثلاثة وعشرين شاباً من عشر رعايا في الأردن. إخوتي وأخواتي، في الكنيسة اليوم دور لكل واحد فينا. نحن لسنا مجرد متفرجين، لكل واحد يمكن أن يكون له دور في الكنيسة كما لكل واحد فينا دور في المجتمع، كل ذلك وفقاً للمواهب التي وهبنا إياها الله. في النهاية أريد أن أشكر المرشحين لهذه الرتبة على روح التطوع التي عندهم، روح التطوع التي جعلتهم يأتون مراراً وتكراراً لكي يتلقوا حصص في حول المهمة التي سوف يتلقونها، كما نشكر زوجاتهم وعائلاتهم التي شجعتهم ووافقت على تقدمهم من هذه الرتبة. احنا بنشكر يسوع المسيح اليوم على هذا القداس المميز اللي احنا كنا فيه ثلاثة شضايقة ارتسمنا حتى نمثل يسوع المسيح في خارج الكنيسة. عندنا مسؤولية داخلية وخارجية في خدمة المرضى ومساعدة الخوارن الأعزاء حتى نكون نور في وسط هذا الظلام، وهي مسؤولية تطلب منا دائما التضحية والاستماع إلى كلمة الله في حياتنا اليومية. شكرا. وفي نهاية القداس التقى السادة الأساقفة والمؤمنون حول الشيادق الجدد في جو من البهجة والسرور. هيا ابذر البذار بعزم واقتدار كي تجني الثمار، فها أنا معك. وفي ذات السياق احتفلت كنيسة الرسل اللاتين في الزرقاء الشمالي بمنح رتبة الشدياق لأربعة شباب يشهد لهم أبناء الرعية بأنهم رواد عمل وإخلاص في المجتمع والكنيسة، وهم الإخوة حازم حداد وجهاد قندح وسمير الشوملي ونضال مرجي. جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمعاونة كاهن الرعية الأب إياد بدر ولفيف من الكهنة، بحضور حشد من أبناء الرعية والفعاليات الكنسية. إنها نعمة كبيرة لرعيتنا في هذا المساء،
حيث سوف تمنحون رتبة الشدياق لأربعة من أبناء رعيتنا. إنها نعمة كبيرة، نصلي من أجلهم لكي يكونوا على مثال الراعي الصالح، أمناء على ما أؤتمنوا عليه، متواضعين في الخدمة، شاكرين دائماً لله على نعم. معكم يا سيدنا نصلي ونرفع دعاءنا من أجل أبناء رعيتنا، من أجل نياتنا الخاصة. هاليلويا هاليلو هاليلويا هاليلويا هاليلويا. ربنا هو إله الحاضر. بدي أذكركم ببعض الآيات اللي فيها وردت كلمة اليوم. مثلاً اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ربنا إله حاضر، اليوم يتكلم معنا، الآن يتكلم معنا. كل ذلك ماذا يعني؟ يعني أن الله لا يحب التأجيل. إذا دعانا، إذا كلمنا، إذا ألهمنا روحه القدوس شيئاً ما، فإن الله يريد منا جواباً سريعاً. اليوم سمع هؤلاء الشباب الأربعة صوت الرب يدعوهم لأن يخدموا هيكله ومائدة كلمته، فلبوا نداء الرب للخدمة. ردني بحبك وشدني إليك، فمن اليوم أنا ملكك. ردني بحبك وشدني إليك، فمن اليوم أنا ملكك. ها أنا ملكك. ويشار أن رتبة الشدياق من الرتب الصغرى في الكنيسة اللاتينية، ومن خلالها يصبح الشخص قادراً على خدمة وتحضير الهيكل للاحتفال بالقداس الإلهي، ويمكنه أيضاً أن يناول في المناسبات إذا طلب منه ذلك، كما يمكنه نقل المناولة للمرضى بطلب من الكاهن المسؤول. ألف مبروك للشيادقة في خدمتهم الجديدة للكنيسة. قبطاني أنت في الخضم الهائجي، والنجمة والقبلة والزورق.